اسلم. لا لا انا ابغى قصيده من هنا. سمعت بعض قصيده والله عايض جد. عايض تقاطعني يا اخوي. انا ابغى قصيده. يلا اعطنا قصيده اللي في الغرفه. يقول يا عايض الدنيا لها الوان واشكال. اصبر ما دام ان الكرامه سليمه. هذه هي الدنيا على مر الاجيال يوم اللقاح ويوم تصبح عقيمه. واحذر يغرون كبيرين الازوال، ازوال لكن خافيتها عظيمه. والله لو بطلع خفيات الانذال لخلي المغرم يدور غريمه. الله احشم رجالا على شان رجال من حشمته ندر الجيه اللئيمه. نقدر الطيب على مر الاجيال لولاه نبشنا العلوم القديمه. حنا نعدل خايب الفكر الامال اللي يشاور بالمجالس حريمه. احد اللي ياخذ له مره صار واجتال، واحد تقوده مثل قود البهيمه. الله الله.